احتفت وسائل الإعلام العالمية وناشطون على مواقع التواصل بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قدم مستوى كبيرا ليلة البارحة في لقاء فريقه ريال مدريد مع جوفنتوس الإيطالي وتوجه بهدف رائع. رونالدو الذي تنقل بين عدة أندية أوروبية أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد يتعرض بعد كل أزمة لفريقه إلى اللوم، بل يذهب بعض المشجعين إلى ضرورة استغناء فريقه عنه بعد أن تجاوز 30 من عمره. ماذا عن من حاز جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات وينافس بشراسة لنيل السادسة وهو في عمر 33؟ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني الموهوب منذ ظهوره الأول، لكنه لم يكتفي بالفترة التي ربما يكون عمرها الافتراضي قصيرا، بل عمل على إطالة عمرها بالتدريب الشاق والحرص والالتزام والجهد المتواصل. لم تكن جماهير يوفنتوس الإيطالي وحدها التي صفقت لرونالدو بعد مقصيته التاريخية في مرمى العملاق بوفون، بل صفقت يد كل عاشق لكرة القدم وهتف باسم النجم كريستيانو رونالدو. سر تفوق البرتغالي وفق متابعين لمسيرته يكمن في الحفاظ على نمط حياة رياضي يبدأ بالتمرين وينتهي بالتمرين، ومع تقدمه في السن يزيد حرصه واجتهاده يوما بعد آخر. على كل المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع معنا من لندن المحلل الرياضي خلدون الشيخ. سيد خلدون أهلا وسهلا بك. يعني ما قدمه كريستيانو رونالدو بالأمس كانت لحظة تألق لن تتكرر برأيك أم لا؟ هذا هو كريستيانو رونالدو المعروف وهذا هو مستواه الطبيعي. نعم، مساء الخير. أولا في الواقع كريستيانو بالأمس يعني أهدر بعض الفرص الأسهل من الهدفين الذي سجلهما. في الواقع كان كل الحديث على أسلوب وطريقة الهدف الذي سجله لاعب بالثالثة والثلاثين من العمر، يعني هذا لا يمكن أن يسجل من واحد إلا يملك لياقة بدنية عالية، قدرة جسدية هائلة بالتوازي مع ذهن كروي متقد، وأي خلل قد يقود إلى كسر في يعني فقرات الظهر لأنه هذا بحاجة إلى تكتيك عالي، القفز العالي وقدرة على حركة أكروباتية بهذا الشكل، ربما مثل ما وصفته كل الصحف الأوروبية بأنه أعظم هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هذا التمجيد والتهليل جاء بسبب هذا الهدف. يعني سيد خلدون، هل أثبتت مباراة أمس أن كريستيانو رونالدو لم ينتهي كما تحدث كثيرون؟ نعم، في النصف الأول من الموسم لم يسجل سوى 4 أهداف وكانت يعني صيحات الاستهجان تأتي لتصدح أذنيه من جماهير ريال أنفسهم، وبالتالي كانت هناك مطالبات برحيله، ولكن ما فعله في الأسابيع الأخيرة والنصف الثاني من الموسم أنقذ فيه يعني حتى وظيفة مدربه زين الدين زيدان الذي كان على وشك الإقالة، وأعاد الحياة إلى أنه هو فعلا واحد من أعظم لاعبي كرة القدم. وطبعا نحن نتحدث على كسر المزيد من الأرقام القياسية. سيد خلدون، هل تعتقد أنه سيفوز هذا العام بجائزة أفضل لاعب في العالم أم لا؟ ميسي أوفر حظا، تعرف لعنة ليونيل ميسي تطارد الجميع هذا العام. نعم، يعني بآخر موسمين حصل عليها كريستيانو رونالدو، ولكن في موسم فيه كأس العالم دائما النتائج ما يحققها النجوم في كأس العالم هي التي ستحدد مسار أين ستذهب الكرة الذهبية أو جائزة أفضل لاعب في العالم، وعادة ما الذي سيحدث في دوري أبطال أوروبا أيضا سيحدد من صاحب. طبعا لن تخرج عن ميسي ورونالدو رغم أن البعض قال نيمار، ولكن نيمار أخفق أمام رونالدو عندما خسر باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد، ولكن فعلا ستبقى المنافسة بين النجمين الكبيرين ميسي ورونالدو. طيب سيد خلدون، انطلاقا من تجربة رونالدو، هل الموهبة هي صناعة أم إبداع بنظرك؟ في الواقع يعني دائما كنا نسأل يعني على مدى عقد أو على مدى 15 سنة ماضية من يعني ما الفرق بين ميسي ورونالدو؟ في الواقع ببساطة ممكن نبسط الإجابة بأنه ميسي موهبة طبيعية، في حين أنه رونالدو موهبة مصنعة، وليست مصطنعة، مصنعة، وأقول بأنه يتعب على نفسه كثيرا في التدريبات، أول لاعب يحضر التدريب وآخر واحد يترك التدريب، يتدرب كثيرا على شغلات لم أو يعني حركات لا يفعلها اللاعبون العاديون،
تدريبات على ركلات الحرة المباشرة، على طريقة تسديد كرة بطريقة يعني من زوايا صعبة، وبالتالي هذا اللاعب الذي صنع موهبته بالإضافة إلى انضباطه وسلوكه العالي لا يقود إلا أن نرى لاعبا عظيما مثل الذي نراه رونالدو، الذي بوصوله سن 33 ما زال وكأنه في مطلع العشرين. طيب لماذا وفي مباراة الأمس هذه الموهبة المصنعة كما ذكرت، نعم، لماذا لا نجدها في العالم العربي؟ هل يمكن أن يوما ما تتولد لدينا عقلية مثل هذه العقلية، يعني عقلية رونالدو الموهبة مصنعة في العالم العربي؟ لماذا لم نجدها حتى الساعة؟ يعني لدينا مواهب طبيعية أقرب إلى نقارنها بميسي، ولكن ليست هناك، الحافز ضعيف جدا في العالم العربي، ليست هناك لدى اللاعبين حوافز كبيرة تجعله أن يهتم بكرة القدم أكثر. نجد أنه دائما الأهل يقولوا كرة القدم لن تطعمك، رغم أنه أعرف أن الكثير في آخر 5 سنوات يسألونني أنا إن كان ابنهم يصلح أن يلعب كرة قدم. تغير الحال تدريجيا لأن هناك أموال كبيرة، ولكن الحافز يبقى دائما ضعيفا في عالم العربي إلا إذا خرج بأوروبا، مثل ما نرى الآن محمد صلاح النجم المصري يبدع ويتألق بظهوره في أوروبا وليس في مصر. شكرا جزيلا لك من لندن المحلل الرياضي خلدون الشيخ.